بيسألوني بشكل مباشر ايه سبب غيابي، فكنت بقول على حاجات خاصه بيا انا، يعني حاجات خاصه بيا كانسانيات واسريه. احنا برضه حابين نعرفك ان احنا مش حابين ابدا نخوض في عشان ما عيطش ان ماما المعلومات وابن اختي الله يرحمه يعني صعب. يعني ام ازيك وازاي كل مشاهدين قناه بصراحه انا مبسوطه ان انا معاكم النهاردة طبعا في مدينة الإنتاج الإعلامي، مدينة كل الفنان من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، مدينة كل الفنانين مصر، مدينتنا الغالية يا رب احفظها إن شاء الله ودايما أعمال جيدة يا رب. هو أنا غبت شوية فعلا وكانت في ظروف يعني خاصة بيا وكده أسرية عشان والدتي وابن أختي الله يرحمهم، واحنا مش عايزين نعيط. ورجعت كان طابع إنساني في حياة الفنانة وفاء السيد محدش يعرفه يعني. لا هم كان ليه دور في غيابها الفترة اللي فاتت؟ هم في المقربين طبعا وفي الجمهور اللي يعني عارفين الحكاية دي من لقاءات قبل كده، وبعدين رجعت والحمد لله وابتديت يعني. بس هي إن شاء الله إن شاء الله يا رب والحمد لك والشكر لك، العودة مختلفة يعني رجعت بناس العرب مع الفنان الجميل مخرج أستاذ محمد سامي، وليا الشرف ان انا اشتغل معاه تاني في العمدة السنة دي، ومع الفنان محمد رمضان اشتغلت موسى والسنة دي برضو في العمدة معاه. بس فغيرت الكاركتر، مش هتلاقيه اللي هو دايما البنت الدميمة اللي بتاع، لا الكاركتر خرجنا من الموضوع ده، البنت اللي متتجوزش اللي فيها ديفوهات، لا الحمد لله غيرنا في الحكاية دي. ويا رب ان شاء الله دايما كده نقدم اعمال جميلة وتعجبكم ان شاء الله بإذن الله. لا خالص اكيد كل دور خاص بي فيه كدراما، لكن انا حياتي ما فيهاش ده خالص، ما فيش منها يعني. لكن انت قصدك ممكن ان انا اتمنى اعمل في ادوار يعني في شغل ايه تاني؟ ما انا نفسي اعمل حاجات تراجيدي يعني، يشوف بقى وفاء التراجيديان او الكوميديان دي خلاص بقت كتير. فالحمد لله والشكر لله في العمدة ابتدينا باللمس ده، وكان في الموسى برضو، في موسى كان في تلميسة كبيرة في الحكاية دي، كان بالذات المشهد اللي كان فيه حريق الفنانة الجميلة ربنا يحفظها يا رب قايمة بدور أستاذ سمية الخشاب، لما كان في الحريق هي والأطفال يعني، فابتديت ألمس في المسألة التراجيدية يعني شوية. برضو في العمدة هتلاقي، أنا مش عايزة أحرقه بس هتلاقي شوية في برضو حتة كده تراجيدية يعني. لا أصل هم يعني عاشوا معي، لأني كانت في يعني مقابلات قبل كده في لقاءات يعني سابقة، طبعا كان بيسألوني بشكل مباشر ايه سبب غيابي، فكنت بقول على حاجات خاصة بيا انا، يعني حاجات خاصة بيا كإنسانيات واسرية. احنا برضه حابين نعرفك ان احنا مش حابين ابدا نخوض في عشان ما عيطش ان ماما المعلومات وابن اختي الله يرحمه يعني صعب. يعني امي توفت ما هي دي كان من ضمن السنين اللي انا اختفيت فيها، كنت قاعده بيها وبعدين توفت. اثر سلبا على الفنانه وفاء السيد، كلنا مش انا ده بس. طبعا امر طبيعي ده يعني ده يمكن يعني. الفنان برضو بيبقى، وبعدين انا بعشقها الله يرحمها لان كانت يعني صاحبتي، وبعدين نقلب بقى والله هي الفرصه، نقول الفرصه لسه ما جاتش، لما ربنا سبحانه وتعالى يأذن بيها هتيجي. يعني ممكن يكون مثلا ما حدش واخد باله من الحته دي في وفاء، لما ربنا سبحانه وتعالى بيريد هتلاقيه خد باله منها. وزي ما بقول لك انا بالنسبه لي العمده السنه دي وقبل منها موسى وناس قبلها في حته تانية انا سعيده بيها، فقد تكون بدايات موفقه ان شاء الله للاعلى ان شاء الله باذن الله.